حضرتك هتسلم اتحاد الكوره لشخص او لشخصين. انا كان نفسي اللجان تشتغل يا اسلام، نبقى اتحاد كده كل لجنه بتشتغل. ما تنفعش مثلا ايه، طب انا هقول لك حاجه، استاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جه في جلسه اللي قالوا واتكلموا وعملوا وخلوا وسووا، طبعا انا دخلت في حاله ثوره 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 عنيفه جدا يعني. قال انت زعلان ليه؟ فلان وفلان هم اللي بيقولوا ان انت اللي بتقول. انا احتراما لان انا على الهوا مش هقول اسمائهم، فلان وفلان هم اللي بيقولوا لي ان انت اللي بتهيج الدنيا على الزمالك. قلت له طب هم موجودين اهم، فلان وفلان. قالوا والمصحف الشريف ابدا وربنا ما حصل. قلت لهم يعني اللي بيقولوا ده حصل؟ قالوا لا ما حصلش. قلت له سمعت، شفت، سمعت بودانك. يعني مثلا يا اسلام ماتش يوم الجمعه، انت فتحت على البحري موضوع الحكام الاجانب، مظبوط ماشي، عشان تبعت تجيب حكم، مش مثلا 5 ايام قبل المباراه يعني ده يعني دوبك اقل دوبك يعني. يعني لما انت النهارده يوم الاربع الاتحاد الشؤون الماليه او الاداره الماليه بتقفل الساعه 4، فضلنا قاعدين ده يوم الاربع، ها يوم الاربع والماتش الجمعه. قعدت انا وعصام عبد الفتاح، كابتن عصام عبد الفتاح، كابتن مجدي عبد الغني، لحد الساعه 5. قلت لهم خلاص يا جماعه الفلوس ما جاتش، كان اللي هو ثروت قال لك الفلوس في الطريق، الفلوس في الطريق، الفلوس في الطريق. ده ماتش مش فاكر كان ماتش الزمالك إيه. مش فاكر كان ماتش إيه. فالفلوس ما جاتش. خلاص يا جماعه، فبتوع الشؤون الماليه الاداره الماليه قلت لهم خلاص يا جماعه توكلوا على الله. الناس معادينهم ساعه بعد شغلهم، 7:30 و5 لقيت كابتن مجدي عبد الغني بيقول لي الفلوس جت وهنجيب حكم اجنبي. قلت له احنا في طابونا. طبعا احنا مش في طابونا. ازاي بقى ان انا اقول كده؟ فرجعت قلتها على الهوا تاني، احنا مش في طابونا. وبعدين اجيب حكم منين؟ وجابوا حكم.